بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا إن شاء الله قصة الصف الثالث الإعدادي، القصة المقررة على المنهج الجديد اسمها بلاك بيوتي. بلاك بيوتي، قصة الجمال الأسود. طبعا اللي كاتبة القصة واحدة اسمها أنا ساول. طيب هناخد بقى معلومات عن المؤلف. اول حاجه عايزين نعرفها عن الست دي ان هي was born in England، اتولدت في انجلترا طبعا سنه 1820 وماتت 1878. when she was a child، لما كانت طفله صغيره. she had an accident، حصلت لها حادثه. which badly damaged her legs، قدميها اتلفت تماما. after this، بعد كده she couldn't walk، ما قدرتش ان هي تمشي. but she learned to drive a horse and a carriage، اتعلمت ان هي تسوق العربية بتاعت الاحصنة بتاعت زمان دي. she loved the horses، حبت الاحصنة. that she helped her to travel around، الاحصنة اللي ساعدتها ان هي تسافر حول المكان، يعني ما تقعدش في مكان واحد ما انها ما بتقدرش تمشي، ده بقى الاحصنه خلتها تمشي تتحرك بالعربيه. She also helped her mother، كانت بتساعد مامتها. ليه مامتها كانت بتشتغل ايه؟ Who wrote children's books، امها كانت بتكتب كتب للاطفال. انا بقى بنتها decided that she wanted to write، قررت ان هي ارادت ان تكتب ايضا. she wanted people to understand that looking after horses was important، عايزه تعرف الناس ان الاعتناء بالاحصنه كان شيئا هاما. so she wrote a book about the life of a working horse، كتبت كتاب عن حياه الاحصنه العامله. سنة 1877 شيرت بلاك بيوتي كتبت قصة اسمها بلاك بيوتي، اللي هي القصة اللي علينا. And it has become one of the most popular books for children، وأصبحت أشهر قصة للأطفال. طيب هنتعرف في القصة دي على مجموعة من الشخصيات. أول شخصية معانا في القصة هي الحصان الأسود اللي احنا هنتكلم عنه، اللي هو عنده رجل بيضة وعنده نجمة في رأسه. The black horse who tells us the story، بلاك بيوتي هو الحصان الأسود اللي بيحكي لنا، يسرد لنا أحداث القصة. Farmer Gray، ده الفلاح اللي اتربى عنده بلاك بيوتي وهو صغير، فيعتبر the first owner، اول مالك. احفظوا معايا الاسماء عشان الاسماء كتيرة شوية. اول واحد للفلاح جراي. تاني واحد اسمه سكوير جوردن. الراجل ده تاني واحد يشتري البلاك بيوتي من الراجل ده، يعني سكوير ده اشترى، كان الفيرست اول مالك ليه البلاك بيوتي، كان بيشتغل عنده بقى، كان عنده هو اسطبل للاحصنه كامل. تمام، طيب ماشي. بعدين جون مالي ده راجل طيب. هو از سكوير جوردون هيربرت، مساعد، يعني هو السايس اللي شغال في المكان الاسطبل بتاع السيد، هو شغال في الاسطبل بتاع الفلاح اللي هو مستر جراي ده. كان راجل طيب برضو معاهم، وكان بيقدم لهم الهيلثي فود، الطعام الصحي، وكان ما يتحدث معهم كايندلي، بلطف، as he talked to his children، كما كان يتحدث مع اطفاله. برضو جون مالي برضو كان سايس طيب، كان سايس كويس معاهم، وكان ما بيأذهمش خالص. الميرليجس ده حصان تاني غير البلاك بيوتي، كان موجود عند السيد سكوير جوردن. الحصان ده فيه ان هو كان شورت، قصير شوية وفات سمين. هو كارد ذا تشيلدرن، كان بيحمل الاطفال ات سكويرز جوردنز في الحديقة او في البارك
بتاع السيد اسكوير. الحصان ده اللي هو ميرريجس، الحصان التخين ده، كان بيعمل حاجات بتضحك الناس، يعني كان حصان سمين، كان بيعمل حاجات بتضحك الناس دايما. طيب ايرل سميث الراجل ده بقى ريتش مان، راجل غني، هيشتري البلاك بيوتي من مين؟ من السيد سكوير او سكوير جوردون. بعدين ليدي سميث السيده بتاعته بقى، مراته يعني، ميسيس جوردن دي مرات بقى مين؟ مرات اللي هو سكوير جوردن، مراته اللي هي السيدة جوردن، ميس جوردن. بعدين جينجر، جينجر ده الحصان الثالث، يبقى ده ثالث حصان نتكلم عنه، البلاك بيوتي ده اللي هو البطل القصة بتاعتنا، وكان فيه الحصان الثاني اللي هو قلنا عليه الميرريجس اللي قلنا عليه التخين وكان بيحمل الأطفال وكان دايما بيعمل حاجات بتضحك الناس. أما الحصان الثالث معانا اللي هو الجينجر ده بلاك بيوتي فريند، يعتبر الصديق بتاع البلاك بيوتي. هو هذا ديفيكالت باست، كان عنده ماضي صعب. ماضي ايه صعب؟ يعني كان عنده ماضي صعب على أساس ان هو الملك الاولي بتاعه كان بيأذيه وكان بيضربه، فكان مش مستحمل الحاجات دي. يورك، يورك ده زي جون مالي بالظبط. جون مالي كان المساعد بتاع السيد سكواير، اما يورك المساعد بتاع السيد ايرل سميث اللي هو الراجل اللي غني اشتراه في الاخر. ايرشال بارك دي الحديقة اللي تعتبر زهوم موطن الحصان اللي هو عند ايرل سميث، يعتبر هو المالك بتاعها. جوي جرين اخر واحد بقى، ده ابوي، ولد صغير بيساعد السيد جون مالي اللي هو كان عند السيد سكوير. دي بقى شخصيات القصة لازم نعرفها كويس. انا هسيب لكم الفولدر في الوصف عشان الناس تعرف الشخصيات وتحفظها كويس، طلاب يعني، وبعدين يقروا المعلومات دي ويعرفوها كويس، وان شاء الله هنكمل ونشرح بعدين شابتر 1، وبكده نبقى وضحنا شخصيات القصة. نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.